بالفعل احنا في الكونفدرالية سي دي تي كنتابعوا التنفيذ ديال الاتفاق اللي تم يوم الجمعة الماضية بين وزارة الصحة والنقابات، وكيف ما كنا كتبنا في المحضر ديال الاتفاق هو انه بتأمن يوم الثلاثاء 2 يناير غتحل واحد العدد ديال المطالب الفئوية اللي عندها اثر مالي على الوزارة المكلفة بالميزانية. وبالفعل هذا تم اليوم، تم ابلاغنا بانه اليوم السيد وزير الصحة وقع على مراسلة رسمية كتضمن هذه المطالب الفئوية ديال بعض الفئات، وهي على سبيل المثال الحصر هي إحداث إطار صحي العالي لفئة الممرضين وتقني الصحة، إحداث تعويض عن تخصص الفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والليكس إيناس، منح ترقية استثنائية للممرضين المساعدين لزان في الميوكسيدير الإعداديين يعني لي بروفتي، منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين من الترقية بما يتناسب وإقداميتهم واللي كانوا في السلم التصعود عند إصدار المرسوم ديال 2017، والممرضين ذوي تكوين سنتين وذوي تكوين 3 سنوات كذلك، والممرضين الذي سبق لهم أن كانوا متصرفين. كذلك إحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة وتعويضات إضافة وزيادة في التعويضات الحالية ديال الأعباء والتأطير والمسؤولية، وهذا بالنسبة للمتصرفين وبالنسبة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وبالنسبة للتقنيين وبالنسبة لمساعدي الصحة. كذلك تسوية الملفات، ما تبقى من المتأخرات ديال الملفات المالية ديال واحد العدد ديال التعويضات، ودراسة توحيد نظام التقاعد بإدماج العاملين بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية لي سي اش يو، الصندوق المغربي للتقاعد عوض ار سي ار. هذه هي المطالب اللي تحالت اليوم على السي القجاع من طرف السيد وزير الصحة.